هلا والله، شو اخباركم؟ صباح الخير، شو علومكم؟ باختصار، هل راي الناس فيك مهم عندك؟ بالنسبه لي انا، منهم الناس انا بالنسبه لي تصنيفي للناس، الناس مو الغريب اللي ما يعرف، مستحيل انك تروح تاخذ رايه، لكن اللي انا اسمع منهم اللي هم اهلي، اقاربي، اخوياي، الناس المقربين لي، مهم رأيهم، لكن مو ضروري أني أخذ رأيهم، لأنه بالأول والأخير رأيي أنا بنفسي هو المهم. لكن رأيهم مهم لأنه مثل المراية لك، فأنت تصحح أخطائك برأيهم. إذا في رأي تحس أنه ينفعك فتأخذه، إذا في رأي ما ينفعك ما تأخذه. فبالنسبة لي مهم رأي الناس، لأنك أنت عايش ضمن هالمجتمع، ما أنت منعزل. شكرا على خير.